السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتابع اليوم بمحاضرتنا دراسة الحوادث الوعائية الدماغية، ودرسنا بالمحاضرة السابقة التوعية الدموية وتوزع الشرايين وإصاباتها. ارتئينا أنه نأجل هذه المحاضرة حتى يكون شيء يعني الموضوع أسهل عليكم. راح نبدأ مقدمة عن النشبات الدماغية اللي هي الستروكس. أول شيء يعرف الحادث الوعائي الدماغي أو سيربرو فاسكولار أكسيدنت، هذا اختصاره CVA، وفقا لمنظمة الصحة العالمية بأنه خلل عصبي موضع لسبب وعائي دماغي. تصيب النشبة الدماغية بشكل الحاد المريض بالشلل الشقي أو حتى توصل للغيبوبة أو السبات، وهي حدث دراماتيكي لدرجة أن تم تمييزها في الماضي بمصطلحات متعددة: السكتة الدماغية والحادث الوعائي الدماغي والصدمة. ويبقى مصطلح النشبي هو المفضل، النشبي هي المقصود فيها الستروك. رغم تدرج حدة الإصابة تبقى الميزة الأساسية للنشبات الدماغية هي الفجائي، حيث يسم أو يوصف الاضطراب الوعائي بالوعائي والذي يتطور خلال ثواني إلى دقائق. أما بشكل الأخف فتسبب النشبي للمريض اضطرابا عصبيا طفيفا وعابرا لدرجة أن المريض قد لا يلجأ للعناية الطبية. تقسم النشبات الدماغية حسب الآلية الإمراضية إلى نشبي دماغي إقفاري إسكيمي ستروك، وهي اللي بينقصد فيها الستروك الإقفاري، وهي الأشعة وتشكل 80-85% من الحالات، بتكون ناجمة عن نقص التروي، غالبا بتنجم عن خثرة أو صمي بتسد الوعاء المغذي أو الشريان المغذي لمنطقة معينة من الدماغ، فبتؤدي لحدوث نشبة دماغية إقفاري. النشبات الدماغية النزفية الهيموراجيك ستروك هي بتشكل 15-20% من الحالات، وتكون ناتجة عن تمزق أحد الشرايين المروية للجملة العصبية المركزية. انتبهوا هون، يعد مرور 24 ساعة على بدء الأعراض الحد الفاصل بين النشبة الإقفارية العابرة أو بسموها TIA وبين السكتة الدماغية الإقفارية، حيث تعد النشبة العابرة مشابهة بالآلية الإمراضية للسكتة الدماغية بشكل تام، إلا أن ما يميزها عنها أنه الأعراض فيها تستمر لمدة أقل من 24 ساعة. فإذا جاءك مريض عنده أعراض نقص تروي دماغي، يعني مثلا خزر شقي وشلل شقي أو اضطرابات بالرؤية، واستمرت لمدة أقل من 24 ساعة، فهذا نعتبره نشبة دماغية عابرة أو TIA. أما إذا استمرت الأعراض أكثر من 24 ساعة فهي تسموها حادث وعائي متشكل أو نشبة دماغية كامل. وتبين حديثا أن الحادث الوعائي الدماغي العابر TIA يعني نادرا ما يتجاوز مدته الساعة، ولكن كتعريف هي أقل من 24 ساعة. فالدماغ غير قادر على تحمل نقص التروي حيث تتشكل أذية دائمة خلال وقت قصير. هلا وبقيات النشبات الدماغية تعد أكثر الأمراض العصبية والوعائية انتشارا، وهي السبب الثاني للوفيات في كل أنحاء العالم. وطبعا يجب على كل طبيب مهما كان اختصاصه أن يكون ملما بأساسيات تشخيصها وتدبيرها. تشكل النشبات الدماغية السبب الأول للإعاقات الجسدية والسبب الثاني للعتاهة أو الخرف ديمينشيا، وتعتبر من أكثر الأمراض تكلفة مادية من ناحية التدبير والعلاج. هلأ راح نضرب مثال سريرة ونتابع فيها. مريض عمره 61 سنة يمناوي، يعني بيستخدم اليد اليمنى، في صوابقه ارتفاع توتر شرياني وقصور قلب احتقاني، تم قبوله في المشفى بخفقان ثانوي بسبب رجفان أذيني. لوحظ في اليوم التالي لقبوله في المشفى أن لديه صعوبة في الكلام. المريض عنده ارتفاع توتر شرياني
وعنده قصور قلب احتقاني، قبل بالمشفى وتبين انه عنده راجفان أذينه. باليوم التالي لا قبوله بالمشفى، حصل عند المريض صعوبة بالكلى. الفحص السريري، المريض متوجه للزمان والأشخاص لكنه غير متوجه إلى المكان أو إلى حالته المرضي. لم يستطع المريض استرجاع أي كلمة من الكلمات الأربعة التي أعطيت له بعد 5 دقائق، يعني ما استطاع الترديد اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة، مع تراجع في التركيز والانتباه. حديثه طليق، انتبه عنده الحبسة طليقة مع حبسة تسمية خفيفة، يعني ما عم بيحسن يسمي من أشياء. حبسة التسمية هي نوع من أنواع الحبسات. المريض مثلا بتقول له شو هاد، مثلا كاسي أو باب أو هيك، ما بعرف يسميها. دون مصاعب في الاستيعاب، استيعابه كويس أو في الإيجابي عن الأسئلة الأساسي. هل لمقارب هالحالة هاي، الشكوى الرئيسية للمريض هي صعوبة في الكلام واضطراب في الذاكرة والتركيز. هوني نبحث عن الثلاثي المميز للنشبي الدماغي، بدء الأعراض حاد ومفاجئ، ويقصد بالبدء الحاد أنه يبدأ خلال ساعة وقد يستغرق عدة أيام حتى تتكامل الصورة السريرية. الأعراض موضعة وليست معممة، الإصابة الدماغية موضعة في منطقة محددة مسؤولة عن وظيفة محددة. لاحظوا هون المريض عنده حبسة كلامية ونقص في التركيز والانتباه، وعنده السوابق المرضية المؤهبة مثل ما ذكرنا، ارتفاع التوتر الشرايين وقصور القلب الاحتقاني، وأهم ما فيه هو أنه عنده رجفان أذينة. فطالما المريض عنده رجفان أذينة فنتوقع أنه المريض هذا انطلقت خثرة من الأذين اليسرى وأدت لحادث وعائي دماغي أقفر. بالنظر إلى قصة المريض السابق نجد أن صعوب الكلام بدأت بشكل مفاجئ مباشرة بعد القبول في المشفى، والأعراض موضعة أو لديه سوابق وعائية، فالحدث أقرب لأن تكون نشبي دماغي. هلأ هون في خوارزمية تشخيص الحوادث الوعائية الدماغية، نبدأ بخوارزمية تساعدنا في تشخيص الحوادث الوعائية الدماغية وبشكل خاص النشبي الأقفاري، وتفريقها عن الحالات الأخرى المشابهة لها من خلال الإجابي على الأسئلة التالية. هل الحالة اللي أمامنا هي حادث وعائي دماغي أم أمراضية أخرى؟ وهنا علينا معرفة واستبعاد التشخيص التفريقي المحتمل والتي قد تسبب موجودات مشابهة. 2، إذا كانت الحالة حادث وعائي دماغي فهل هو نزف أم احتشاء؟ 3، هل الموجودات الشعاعية تفسر الحادث؟ يعني إحنا بعد ما تساءلنا ونفينا الأسباب الأخرى وقلنا أنه حادث وعائي دماغي، ثانياً بدنا نعرف أنه هو لو نزف أو احتشاء، بدنا نعمل تصوير. فبالتصوير بالموجودات الشعاعية هل تستطيع تفسير الحالة المرضية للمريض؟ قد تكون الموجودات الشعاعية ناجية عن التهاب دماغ أو حدث وعائي قديم أو أذية أخرى ولا تفسر أعراض الحالية. 4، إذا كان الحادث الوعائي الدماغي إقفارا دماغيا فهل هو عابر أم حادث وعائي متشكل، يعني نشبي متكاملي؟ 5، ما هو عمر الاحتشاء؟ 6، ما هو موقع الاحتشاء؟ هل هو في مناطق التروي الأمامي أو الخلفي مثل ما شرحنا في المحاضرة السابقة؟ 7، ما هي آلية وأسباب الاحتشاء؟ قد ينتج الاحتجاع عن صمي قادم من مكان آخر من الجسم وخصوصا القلب مثل حالة المريض هذا، عندنا رجفان أذينين فغالبا تكون الخثرة أو الصمي انطلقت من الأذين اليسرى وسببت له حادث وعي دماغي، أو أنه سبب خثرة في الشريان ذاته. 8، ما هو تصنيف الاحتشاء؟ قد يكون الاحتشاء صغيرا فجويا أو كبيرا، مثل ما متذكرين بالمحاضرة السابقة شرحنا عن توزع الشريان المخي المتوسط وقلنا فيه له شرايين ثاقبي بتغذي المحفظة الداخلية، فأحيانا هاي الشرايين بيحصل فيها انسداد فبتؤدي لاحتشاءات فجوية. الاحتشاءات الفجوية هاي أحيانا ما بتبين حتى على التصوير الطبقي المحوري لأنه بيكون قطرة أقل من نص سنتيمتر. 9، ما هي عوامل الخطر التي أهبت لظهور الاحتشاء مثل ارتفاع التوتر الشرياني والداء السكري والبدني؟ وأخيرا، ما هو التدبير الأولي للاحتشاء؟ أولا راح منجاوب على هالأسئلة هاي تباعا، هل الحالة هي حادث وعائي دماغي أم بسبب أمراضية أخرى؟ هنا نتوجه من القصة السريرية، إذ تمتاز الحوادث وعائي دماغي بالثلاثي التالي.
يكون بدء الأعراض مفاجئاً أكثر من كونه تدريجياً. العلامات العصبية البؤرية، يعني الأعراض بتكون موضعة، يعني أعراض عصبية بؤرية، إما بتكون عند المريض خزل شقي أو خدر ونمل شقي حسي، أو بكون عنده مثلاً حبسي كلامي. هاي الأعراض العصبية الموضعة، حيث أن أذية الشريان المخي الأمامي أو الأوسط أو الخلفي أو الشريان القاعدي مثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة لا تطال الدماغ بأكمله، على خلاف امراضيات اخرى مثل نقص الاكسجين او توقف القلب، فهون بيحصل عند المريض يعني مشكله دماغيه معمد. اما انسداد الشريان المخي الامامي له توزع معين، وبالتالي بيعطي اعراض عصبيه موضعه في مناطق الاحتشاء بتوزعه، او الشريان المخي المتوسط او الشريان المخي الخلفي. والسوابق المرضيه هاي الثلاثي، انه يكون بدء الاعراض مفاجئ، وتكون اعراض عصبيه بؤريه او موضعه، وانه يكون عند المريض سوابق مؤهبه مثل العمر المتقدم او ارتفاع توتر شرياني او سكري غير مضبوط او ارتفاع بالدهون او يعني الدسلبيديميا ورجفا اذيني او سوابق عائليه للاصابه بالنشبات الدماغ. وباجتماع هالثلاثي السابق فعلى الاغلب نحن امام حاله حادث وعائي الدماغ. هلا التشخيص التفريقي للنشبات الدماغيه، من التشخيص التفريقي التي يمكن ان تختلط بالحادث الوعائي الدماغي، اولا الاذيه العصبيه المحيطيه. طبعا هي الحالات يعني بشكل سهل يمكن تشخيصها كحادث وعائي دماغي، ولكن في بعض الحالات الصعبه قد تختلط باللي راح نذكره. الاذيه العصبيه المحيطيه سواء كانت تتضمن ضعف أو خدر موضع مع مستوى حسة، مثل ما درسته بأمراض النخاع الشوكي، إذا صار ذي بالنخاع الشوكي بيصير عندنا مستوى حسة تحت مستوى الإصابة، يعني بالمريض بيفقد الإحساس تحت مستوى الإصابة، وهذا ما يدعى بالمستوى الحسة. أو أعراض جذرية في توزع جذر عصبي شوكي معين يوجهنا لإصابات النخاع الشوكي، أو إصابات موضعة موافقة لأذية ضفيرة عصبية أو عصب محيط. تشترك هذه الإصابات بالعلامات العصبية الموضعة في بعض الأحيان كالعلامات ثنائية الجانب، لكن الفحص السريري والقصة المرضي كافيان للتوجه في مثل هذه الحالات. قد نجد علامات إصابة عصبون محرك سفلي، مثل مريض لديه شلل رباعي رخو وانعدام بالمعاكسات الوترية مع غياب المنعكس الأخمصي، فطور الحاد للأذيات الوعائية يقلد أذيات المحيط. انتبهوا، علامات العصبون المحرك السفلي الأساسية هي أنه يكون شلل رخو تحت مستوى الإصابة وغياب المنعكسات الوترية وغياب المنعكس الأخمصي. طبعا بالأذيات الوعائية الدماغية الحادي، يعني خلال أول يوم أو يومين بتلاقي الشلل رخو، ولكن فيما بعد يعني إصابة الجمل الهرمية فيما بعد بينقلب الشلل لشلل تشنجي، يعني بالمرحلة الحادة بيكون بيشبه أذيات النورون أو العصبون المحرك السفلي، ولكن بعد يوم أو يومين بتشاهد عند المريض بأنه بتحول لعلامات عصبون محرك حلوة، اللي هي بيكونوا شلل تشنجي وظهور معاكسات مرضية مثل الأخمصة بالانبساط أو علامة بابنسكي واشتداد المنعكسات الوتري. من التشخيص التفريقي الصرع، قد يظهر الصرع البؤري بشكل أعراض موضعة. طبعا الصرع المعمم ما في مجال لأنه يختلط مع الحوادث الوعائية الدماغية، ولكن في بعض أنواع من الصرع بتكون موضعة أو بؤرية، فهي هون اللي بتختلط مع الحوادث الوعائية الدماغية. غالبا ما نجد بالسوابق الماضية قصة صرع واختلاجات متكررة، بالإضافة للعلامة الأهم وهي التخليط الذهني التالي لنوبة الاختلاج، والذي لا نراه عادة في الحالات الأخرى. وحتى في حالات الغشي التي قد نرى فيها حركات رمعية لا يوجد فيها تخليط ذهني. عادة تسبق نوبة الصرع بسقوط أو رد أو فرط مقوي أو قصة عائلية، يمكن لبعض النوبة الصرعية المعممة أن تليها أو أن تترافق معها علامات توضع بؤري كالخزل الشقي العابر التالي للنوبي، والذي قد يستمر عدة أيام، وهذا اللي نسميه شلل توت.
في الصرع المعمم احيانا يعني الداء الكبير احيانا قد يتلوه علامات موضعه كالخزل الشقي العابر، واحيانا قد يستمر عده ايام، وهذا يحصل بعد النوبي وهذا ما يدعى بشلل التوت. الا ان القصه غالبا ما تكون واضحه ولا مجال للخلط بين الحالتين. التخليط الذهني قد ينتج عن الصرع او اذي وعي دماغي. من الحالات التي قد تختلط مع الحوادث الوعي الدماغي الشقيقه المترافقه مع نسمي او اورا. هون نسال المريض عن قصه صداع سابقه، نسمي سابقه او صداع تالي للنسمي. احيانا قد تاتي قصه الشقيقه على شكل نسمي فقط دون صداع واضح. صداع الشقيقه الكلاسيكي هو هاي النسمي مع اورا. اول شيء بيشعر المريض باورا او نسمي بتستمر احيانا لمده دقائق وبعدها بيتلوها الصداع. لكن في بعض الاحيان قد يشعر المريض فقط بنسمي دون يعني صداع واضح، فياتي المريض بقصه فقدان لوظيفه ما مثل فقدان الكلام او الرؤيه. قد تترافق النسمي مع صداع، لكن تكون الشكوى الرئيسيه التي اخافت المريض هي النسمي دون ان يذكر المريض قصه الصداع. الشقيقه مع النسمي يعني تتميز انه لما بتكون بتقلد الحوادث الوعي الدماغي يعني بتتميز بانها بتقفز من شريان الى شريان، اي يعني مثل المريض بيحصل عنده اضطراب بالكلام ثم تظهر بعد اعراض حسيه او اعراض حركي. تدخل الشقيقه مع النسمي في التشخيص التفريقي نظرا لوجود الصداع كعرض مشترك بينهما. تميز الشقيقه عن الحادث الوعي الدماغي من خلال النسمي التي تتظاهر بعلامات عصبية بؤرية إما بصرية، وغالبا أغلب النسمات بتكون بصرية أو بتكون عبارة عن أعراض حركية أو حسية مثل حبسي أو خزل أو شلل أو تشوش بالرؤية. بعد هاي النسمي يليها الصداع الشقي النابض المميز للشقيقة والذي يزداد بالضجيج والحركي والإضاءة. غالبا ما تترافق الشقيقة مع إقياء. من مميزات نسمة الشقيقة أيضا أنها تنتقل من موقع لآخر، فقد تعاني المريضة كون أنه أغلب المريضات المصابات أغلب المرضى المصابين بالشقيقة هم من النساء، قد تعاني من مظاهر بصرية تتطور خلال بضع دقائق، يليها شعور تنميل في اليد لتختفي هذه الأعراض ويتطور الصداع الوصفي للشقيقة. ولا نرى ذلك في الحادث الوعائي الدماغي إذ تكون الأعراض موضعة حسب توزع الشريان المصاب. الأعراض الإيجابية، الأعراض بتكون إيجابية بالنسمات مثل ومضان وتنميل أكثر من كونها سلبية. الأعراض السلبية هي مثل انعدام الرؤية أو فقد الحس أو النطق. عادة ما تكون نسمة تدريجية تستمر من 5 إلى 60 دقيقة. رابعا الاضطرابات الاستقلابية مثل احتلال الدماغ اليوريميائي اللي بيحدث عند مرضى القصور الكلوي، أو احتلال الدماغ الكبدي، أو اضطراب الشوارد مثل نقص الصوديوم أو نقص السكر، وهو الأهم. نقص السكر قد يختلط مع حادث الوعي الدماغي ولازم تنتبهوا له، لأنه هو أكثر الحالات المرضية التي يمكن أن تقلد أعراض النشبة. يمكن لأي سبب استقلابه أن يظهر بشكل حاد، ما يميز عن هو الأعراض العامة في كامل الجسم، يعني الأعراض تكون جهازية كما تكون الأعراض الدماغية معممة أيضا. تتميز هذه الاضطرابات عن الحادث الوعي الدماغي بأنها تشمل الصحو والوعي. تخليط ذهني يكون غالبا شديد ولا تترافق مع علامات عصبية بؤرية. هي الملاحظة المهمة على نقص السكر. وجد وفقا للدراسات والإحصائيات أن أهم التشخيص التفريقي للحادث الوعي الدماغي هو نقص السكر الدم والصرع، وغالبا ما يكون التفريق السيلولي بينهم صعبا. يكون العرض الأساسي في أغلب الاضطرابات الاستقلابية هو الغياب عن الوعي، أي ما بيحدث عند المريض أعراض موضعة، إلا أن نقص السكر قد يعطي بشكل مخاتل خزلا شقيا، يعني هون بتكون مثل أعراض موضعة أو بؤري. لذلك يجب الانتباه لمريض نقص السكر تجنبا لتشكل أذي غير عكوسي. فدائما أول سبب يجب نفيه قبل تطبيق حالة الخثرة هو نقص السكر.
وانتم لما بتشوفوا حالات نقص سكر راح تتنبهوا، لانه بيعطي اعراض مثل اعراض الحادث الوعي الدماغي تماما، بصير عند المريض خزل شقه، وبس بتميزوا انه يكون عند المريض مثلا قصه داء سكري او بيتناول انسولين، بالاضافه للاعراض المرافقه بتلاقي المريض متعرق وخفقان، وبالبدايه خصوصا اذا عم يفقد الوعي بشكل تدريجي. واهم شيء انه قيس مستوى السكر، اذا لقيت مستوى السكر اقل من 50 ميلي جرام بالديسلتر، هون فاول اجراء يجب ان تقوم فيه هو اعطاء السكر. بتلاقي اذا اعطيت سيروم سكري مركز، يعني سيروم سكري 30% او 50% خلال دقيقه واحده من اعطائه بالوريد، بتلاقي المريض رجع لوعيه وزالت الاعراض البؤريه تماما. اعتلال الدماغ بارتفاع التوتر الشرياني او فرط التوتر الشرياني الخبيث بينجم عن ارتفاع توتر شرياني مفاجئ وشديد، قد تصل قيمه الضغط فيه الى 250 على 140 ملم زئبقي، ويظهر عاده بصداع وغثيان وقيء وعمى قشره وصرع، يعني صرع انه بيحصل عند المريض اختلاجات هذيان، وقد يصل لمرحله الاختلاج. كما يمكن ان نشاهد وذمي في حلمة العصب البصري أو وذمي دماغي. هون الأعراض بسبب الصداع والغثيان والقياء والاختلاجات تتشابه بشكل كبير مع الحادث الوعائي الدماغي النزفة خاصة، ولكن هذه الحالة هو أنه عند تخفيض الضغط الشرياني تتراجع الأعراض بشكل كبير. من الحالات التي قد تعطي أعراض علامات بؤرية هي الخراجي الدماغي. قد تسبب الخراج الدماغي عدة علامات موضعة، إلا أنها تتميز عادة ببدء تحت حاد، يعني الأعراض تترقى بشكل تدريجي مع وجود حرارة وبوجود ورم بدئي، وقد تسبب أحيانا اختلاج في بداية الحال. أكثر ما تشاهد الخراجات الدماغية عند المدمنين المخدرات عن طريق الحقن، مرضى التهاب الشغاف، والمرضى الذين لديهم صمامات قلبية صنعي أو أجسام أخرى مزروعة. في أغلب الأحيان نجد متلازم إنتاني واضحة، حرارة وعروقات، وتنوجه في 60% من الحالات. أيضا من الحالات اللي قد تختلط مع النشبات الدماغية هو اعتلال الدماغ السمة، يحدث نتيجة سموم معينة أو أدوية، سواء كانت أدوية منشطة أو مهدئة أو نتيجة تناول الكحول. يأتي المريض مخبول أو مسبوت، أو يأتي بأعراض بؤرية حسب المادة المسببة لاعتلال الدماغ. وأيضا الأورام والردود الدماغية قد تظهر بأعراض وعلامات عصبية موضعة مشابهة للحوادث الوعية الدماغية. وأول شيء نبدأ بالأورام، تحصل متلازمة اسمها ستروك لايك سيندروم، متلازمة شبيهة بال The stroke، حيث يمكن للأورام أن تعطي أعراضاً بشكل مفاجئ أيضاً، خاصة إذا كان هناك الأورام، إذا حصل فيها نزف ضمني الكتلي الدماغي، أو إذا أدى الورم لانسداد مجرى السائل الدماغي الشوكي، أو في حال وجود نوبات اختلاجي، أو حتى إذا كان هناك نقائل من الورم بدء، يعني أحياناً أورام داخل البطن أو البروستات تعمل نقائل على الدماغ فتعطيك علامات عصبي بؤري. لذلك يجب نفي وجود الأورام عند الشك بالحادث الوعائي الدماغي، لأنها تقلد النشبات بآلية ارتفاع توتر داخل القحط. أيضا تدخل الكيسي العداري أو الرحل العداري في التشخيص التفريقي، لأنها تقلد الأورام فسيرها يكون بطيء، إلا إذا أدت إلى إغلاق مجرى سائل الدماغ الشوكي، فعندها قد تؤدي إلى استسقاء دماغ. الردود الدماغية تكون قصة الربط واضحة غالبا بسبب سقوط أو حادث سير، وقد يحدث للمريض رد ولا يعيره انتباها، ولا سيما إن كان كبيرا في السن ومفتقدا للرعاية، ثم تطور حالته وتظهر اختلاجات الرد كالنزف تحت الجافي والكدمات الدماغية. انتبهوا، الحوادث الوعي الرضي ممكن تسوي لنا نزف تحت الجافي او نزف فوق الجافي. النزف فوق الجافي غالبا بتكون الاعراض فيه صارخه، اما النزف تحت الجافي اللي غالبا بيطلق قصه
ترد، وخصوصا عند المسنين تسقط على راسه وما بينتبه، بيشكي فقط من صداع خفيف، بيغيب لمده يومين او ثلاثة ايام، وبعدها بيجي في اعراض عصبيه موضعه. فهي القصه الوصفيه للنزف تحت الجافي، لان المريض احيانا بيرجع حتى بعد اسابيع بيشكي فقط من صداع مزمن، بيجروا تصوير طبقه محوريه بيلاقوا انه نزف تحت الجافي. يمكن الاذيات الرضيه الدماغيه ان تقلد جميع اشكال اذيات الدماغ، سواء اصابه حسي او حركي او اضطراب الذاكره او الرؤيه، وغالبا ما تترافق مع تغيم او وعي. في حال كانت قصه الرض غير واضحه لكن ياتي المريض بشكايات موضعه فقط الظاهر على الصوره الشعاعيه بنزف تحت الجافي، وهو اكثر اختلاط يقلد النشبات الدماغي. لذلك دائما لازم تتحرى عن وجود قصه رض بالنزف تحت الجافي. اجمالا في الردود يكون التشخيص التفريقي تحديا، ففي حال كان الرد كبيرا يكون واضحا، لكن احيانا لا يكتشف النزف الا بعد اجراء التصوير. هون في بعض الملاحظات، اي مريض حتى لو بلغ 100 سنه من العمر يجب ان نصور دماغه دوما، فكما ذكرنا قد يكون نزف تحت الجافي او حله يكون بسيط، فقط افراغ النزف وبتزول الاعراض. اهم تشخيص تفريقي للردود هو النزف تحت الجافي، اما النزف فوق الجافي فغالبا اعراضه بتكون صارخه، وغالبا بيكون المريض متغيم الوعي، ويجب تصوير الدماغ وايجاد النزف لانقاذه فورا رغم وجود قلة من المرضى يتوقف عندهم النزف. هلا تمزق أم دم داخل القحف تسبب نزوف عادة، وقد يسبب التقبض الوعي الثاني، تشكل خثرات يليها احتشاء دماغ. من أكثر الأعراض التي تسببها أم الدم النزفية فرط توتر داخل القحف، بالنزوف البسيطة تظهر بأعراض كوذمة حلم عصب بصري وصداع وشلل بالعصب السادس، ولكن عادة النزف الناجم عن تمزق أمهات الدم بيكون نزف صاعق بسبب أعراض شديدة كتغيم الوعي والنوبات الاختلاجي. من الفروقات بين النزف والاحتشاء السوابق المرضية، مثل ارتفاع التوتر الشرياني في النزف، غالبا المرضى اللي بيكون عندهم نزف دماغي أو ناجم عن تمزق أمهات الدم بيكون عندهم قصة سابقة لارتفاع التوتر الشرياني، إضافة إلى وجود ارتفاع التوتر الشرياني أعلى في النزوف منه في الاحتشاءات. عادة النزف الدماغي بيترافق مع ارتفاع التوتر الشرياني، والضغط بيكون أعلى في حالات النزف الدماغي عنه في حالات الحوادث الوعية الدماغية الإقطارية. الأسباب المختلفة المسببة لفقد الذاكرة، يعني اللي بتؤدي لاضطراب ذاكرة مفاجئ، مثل التهاب دماغ العقبولة أو التهاب دماغ بالفيروسات الهربس، يجب التفكير بها عند وجود مترازني انتاني مع اضطراب الذاكرة وأذي صدري ثنائي الجانب، وغالبا بتكون بترافق مع تغيرات وتبدلات بالشخصية، وبتشخص بالرنين المغناطيسة حيث يظهر الرنين المغناطيسة أذي صدري أو جبهي بتكون ثنائي الجانب. أيضا من الأمراض عته أو متلازمة كورساكوف، هي بتنتج عن التعاطي المزمن للكحول، وحالات أخرى مثل عوز تيامين أو عوز الفيتامين بي 1 تظهر بعدم قدرة المريض على استرجاع أي معلومة تتعلق بذاكرته القديمة، وبعدم القدرة على استحداث أي ذاكرة حديثة. في عندنا نوع اسمه النساوي الشاملة العابرة Transient Global Amnesia، هي ضمن فقد عابر للذاكرة حيث ينسى المريض ما حصل خلال ساعة إلى ساعتين، ويقوم بسؤال دوما عن مكان تواجد، ويكون المريض غير قادر على التركيز أو تسجيل الأحداث إلا أنه واعي وبحالة الصحو. المريض بيفقد الذاكرة لمدة ساعة أو ساعتين، ودائما بيتسأل أنه أنا وينه، يعني هو متوجه وصاحي ولكن عنده فقد ذاكرة عابر، وهي بسموها النساوي الشمولي العابر. أيضا من المتلازمات اللي بتترافق مع اضطراب بالذاكرة المتلازمة المهادية، تسبب نقص انتباه وتركيز واضطراب في الذاكرة أيضا.
وخمسة الحوادث الوعيدة مع اضطرابات بالذاكرة. هاي هون الصورة، هاي للاطلاع تدرسوها على مهلكم. أيضا من الأمراض مع الحوادث الوعية الدماغية الإنتانات الدماغية والمعممة، وتشمل الإنتانات الجملي العصبي المركزي مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ. غالبا ما نجد متلازمة إنتانية بمظاهرة سري وشعاعي مثل الحرارة، ويكون سير المرض إجمالا بطيء. في المتلازمة السحائية يعني عند المريض اللي عنده التهاب سحاء نجد علامات سحائية مثل صلابة النقرة وعلامة كيرنينج، والتي تميزها عن نشبات الدماغ. أما في التهابات الدماغ حين يصل الالتهاب إلى كل الدماغ تكون علامات عامة التغيم الوعوي والصحو والسبات. التهاب الدماغ في أغلب الأحيان بيؤدي إلى تخليط دهني وحتى تغيم بالوعي، وقد يصل إلى مرحلة السبات. عندنا اعتلال الدماغ بنقص الأكسجي أو التروي الهايبوكسيك انسيفالوباثي، وهون بتكون أعراض معممة على كامل الدماغ ولا نجد علامات توضع بؤري على عكس الحوادث الوعي الدماغي، وهذا اللي بيفرقها عن النشبة لأنه بتتوضع الإصابة في مكان محدد، لأنه بالنشبة بتعرفوا بيحصل يعني الخلل العصبي في الأماكن توزع الشريان. أما نقص الأكسجي أو نقص التروي الدماغي مثل توقف القلب فبيأثر على كل الدماغ، فما بيحصل عند المريض علامات عصبية موضعة. يحدث عادة بسبب توقف القلب لفترة طويلة أو نقص الأكسجي الشديد عند حديثي الولادة، وبالتالي تكون الإصابة معممة وشاملة لكل الدماغ. هون هي صورة رنين مغناطيسي. في أذية دماغية قفوية، انتبه بالناحية القفوية والصدغية والجدارية والجبهية، يعني تقريبا شاملة لكل الدماغ، مما يجعل احتمال حادث الوعي الدماغي بعيدا. وتمثل الأذية اعتلال دماغيان بنقص الأكسجي تالي لتوقف القلب. لاحظوا هذا البياض الملاحظ على الصورة، صورة الرنين المغناطيسي، شامل لكل الدماغ بعكس الحادث الوعي الدماغي اللي بتلاقي بكونوا موضع في منطقة معينة مروى أو حسب التوعية الشريانية للشريان المصاب. من الأسباب هي الأسباب العوزية، وبتشمل عوز الفيتامين بي 1 أو عوز التيامين. بتلاحظ عند المريض ثلاثة، هن بيكون عنده أتاكسيا أو رنح، اضطراب في حركات العينين وتخليط الذهني، وهذا عوز التيامين خاصة بيشاهدوا عند المرضى مدمني الكحول ومرضى نقص التغذية الشديد. أيضا من الفيتامينات اللي بتعطي أعراض عصبية هي عوز الفيتامين B12، بيؤدي لحدوث خدر والنمل واضطرابات حركية، وبتلاقي اضطرابات حسية أيضا بيصيب عند المريض، بيحصل عند المريض لأنه بيصيب الحبل الخلفي للنخاع الشوكي، فبيؤدي لنقص حس الوضع والاهتزاز. اتصلوا بالعديد الملتبل سكليروسيز، هذا بيتميز من خلال سير المرض حيث يترقى الهجمة خلال 24 ساعة إلى 30 يوما بعكس النشبة الدماغية التي تكون مفاجئة. وغالبا بتصلب العديد راح ندرسه بموضوع مستقل لحاله، بتلاقي إصابة مبعثرة في الزمان والمكان راح نشرحها لاحقا، بس ندرس المالتيبل سكليروسيز. العجز الوظيفي او بسموه الاضطراب التحويلي لاسباب نفسيه، يعني هون بيكون المشكله هي بالاصل نفسيه والمريض بيحولها لمشكله عضويه، ولكن هو السبب الاصلي هو بيكون سبب نفسي. يمكن التفكير بالعجز الوظيفي بعد نفي جميع الاسباب العضويه. تتميز هذه الحاله باعراض سريريه لا تتوافق مع التوزع الشرياني للجمله العصبيه المركزيه، وعدم وجود إصابة صريحة للأعصاب القحفية. أيضاً فحص عصبي غير متناسق، يأتي المريض بفالج شقي أيسر واضطراب حسي أيمن، يعني ما في تكسر بحادث وعي دماغي، هي بالأصل بتكون مشكلة نفسية، لذلك بسموها اضطرابات التحويل. الفحص العصبي أصلاً هو الجملة العصبية عنده بتكون سليمة، ولكن هو يعني بسبب المرض النفسي أو اضطراب التحويل بيعطي هو أعراض أنه
عنده خزل شقي أو خدر ونمل شقي، ولكن ما بتكون أعراض مجتمعة بإصابة دماغية محددة، فما بتحسن تفسرها بإصابة عصبية موضعة. لا تأخذ الشكوى النفسية شكلا محددا، كما يمكن لبعض المرضى أن يعانوا من مرض نفسي وإصابة عضوية معا. هلأ ننتقل لبعد ما درسنا كل هالتشخيص التفريقية الطويلة العريضة، ننتقل للسؤال الثاني. إذا كان الحالي حادثا وعيا دماغيا، فهل هو نزف أم احتشاء؟ مثل ما ذكرنا النشبات الدماغية تنقسم إلى نوعين أساسيين، النشبات الدماغية الإقطارية والنشبات الدماغية النزفية. وسريريا لا يمكن التفريق بين النزف والاحتشاء بشكل قاطع، لكن يوجد عدة موجودات سريرية ترجح النزف. على انتبهوا، سريريا أحيانا يصعب جدا أنك تتنبأ أنه هالمريض هذا هل هو عنده نزف دماغي ولا احتشاء ما لم يتم إجراء تصوير شعاعي، ولكن هناك أحيانا بعض المظاهر اللي بترجح لك أنه هذا المريض هذا عنده نزف، ومنها ارتفاع التوتر الشرياني إذا كان مرتفع لمقادير كبيرة، البدء بصداع إذا القصة السريرية بدأت بصداع يوجه بنسبة كبيرة إلى النزف، وأيضا السير السريري الكلاسيكي للنزف أنه بيحصل عند المريض صداع إقيئات ثم يدخل المريض في تغيب الوعي. إذا كانت القصة سائرة بهالشكل هذا فهي بترجح لك النزف، ولكن بشكل عام يصعب الجزم 100% أنه هذا نزف والاحتشاء ما لا يتم إجراء تصوير شعاعي، وعلى كل الأحوال راح تسوي تصوير شعاعي. هلا النشبه الدماغيه النزفيه الهيموراجيك ستروك، ومثل ما قلنا هي بتشكل 15 ل 20% حالات الحوادث الوعائيه الدماغيه، وهون النزف اما بيكون ضمن الدماغ يعني ضمن الماده الدماغيه بسبب تمزق شريان ضمن الدماغ، سواء كان ضمن البرانكيم او ضمن البطينات، او يكون النزف تحت العنكبوتي. بشكل عام يقسم النزف الدماغي او النشبات النزفيه اما الى يعني انترا سيربرال هيموريج يعني نزف ضمن الماده الدماغيه، او نزف ضمن البطينه، او الى نزف تحت العنكبوتي. العوامل المؤهله للنشبات النزفيه: اضطرابات تخثر تناول المميعات، وجود تشوهات شريانيه وريد، وهي تشوفوها عند الاطفال، امهات دم احيانا ارتفاع توتر الشريان ممكن ترافق مع امهات دم كاذبه وتؤدي لحدوث النزف. تكون اعراض الاصابه صارخه وتترافق غالبا مع صداع شديد واقياء وارتفاع بضغط الشرياني، بالاضافه الى تغيب الوعي والسبات. هي يعني القصه السريريه الكلاسيكي للنزف الدماغي. عين انتبهوا على التصوير الطبقي المحوري، تشاهد منطقة زائدة الكثافي يعني النزف على التصوير الطبقي المحوري بيظهر علينا بلون أبيض، وبتعادل كثافة العظم يعني إذا طلعت على العظم بتلاقي كثافة النزف قريبة من كثافته، بيظهر بلون أبيض. أما المادة الدماغية بتكون بلون رمادي، وبيكون التصوير الطبقي المحوري قادر على كشف النزف من الساعة الأولى لحدوثه. وفي حال مرور وقت أطول على النزف مثلا شهر، تصبح المنطقة المحتشي منخفض الكثافة بتصير بلون أسود. انتبهوا، أول ما يجب إجراءه لمريض عنده حادث وعي دماغي هو إجراء التصوير الطبقي المحوري، لأن التصوير الطبقي المحوري بيكشف لنا النزف من أول ساعة، بينما الاحتشاء الدماغي أحيانا بده 48 ل 72 ساعة حتى يظهر على التصوير الطبقي المحوري. ولكن الهدف الأساسي بشكل عام هو إنه ننفي النزف حتى تعرف تدبر هالمريض هذا. بشكل عام تبدأ بإجراء التصوير الطبقي المحوري، فإذا شاهدت النزف بتعالج المريض على أساس نزف، أما إذا ما شاهدت نزف فهوني أحيانا الاحتشاء الدماغي ما بيظهر على التصوير الطبقي المحوري إلا بعد 48 ل 72 ساعة، فبتعالج المريض على أساس أنه احتشاء دماغي، لأنه خصوصا أنه بتكونك أنت بحالي بدك تقرر فيها هل نعطي المريض مميعات واسبرين ولا ما نعطيه. فاذا كان نزف ممنوع اعطاء المميعات والاسبرين، اما اذا ما شاهدت نزف وما اظهر تصوير الطبق المحوري احتشاء
دماغي، فهون بتبدا باعطاء المبيعات والاسبرين بامان. اما اذا بدك تشخيص اكيد هون بهالحاله هي ما ظهر عندك الاعتشاء الدماغي، بهالحاله هي بتطلب الرنين المغناطيسي. ولكن بشكل عام تصوير الطبقه المحوريه كافي، اذا كان اظهر لك نزف فبتمشي مع النشفي النزفي، اما اذا ما اظهر نزف فبتفترض انه هون الحاله هي اعتشاء دماغي. اذا قعدت التصوير بعد يومين او ثلاث ايام بيظهر عندك وقتها الاعتشاء الدماغي. حكيم هون بصير نعطي حالات خطرة مثل الاحتشاء القلبي ستريبتوكينوز مثلا؟ اي طبعا راح نجي عليها في، بس يعني بالنشبات الدماغية ممكن نعطيها لحالات الخطرة، راح نجي عليها بالمعالجة. النوع الثاني هو النشبة الدماغية الإقفارية، وهي الأشعة بتشكل 80 إلى 85% من الحالات، وإما بتكون ناجمة عن خثار موضع في الشرايين الدماغي، أو بتكون ناجمة عن صمي إمبوليزم بتنطلق من مكان بعيد، وغالبا الصمات بتكون من القلب، أو أحيانا بتكون بسبب خثار بالأوردي، خثار وريدي يعني خثار بالأوردي داخل القحف. العوامل المؤهبة للنشبة الإقفارية هي الداء السكري والتصلب العصيدة والرجفان الأذيني. سريريا تكون أعراض النشبة الإقفارية موضعة وتدريجية، إلا أنه يمكن الاحتشاء أيضا، انتبه للاحتشاء الدماغي إذا كان واسع ومساحته كبيرة وأدى لحدوث وزني دماغي، أن يقلد المظاهر الشعاعية، المظاهر المشاهدة في النزف يعني المظاهر السريرية. يعني إذا الاحتشاء الدماغي كان واسع وترافق مع وزني دماغي أدت لارتفاع الضغط داخل القحف، وممكن هون عند المريض يصير عنده صداع وغثيان وإقياء، وممكن يدخل المريض بتغيير وعي وسكوات. هلا هون مخطط ترسيل للنشبات الدماغية، الصورة اللي عليه صار هي هون خثار داخل الشريان، فأدانا لاحتشاء دماغي بتوزع الشريان، هون كمان انسداد وعائي بسبب امبوليزم او صمي، الصمي انطلقت من مكان ما في الجسم سواء القلب او من مكان اخر وادت لانسداد تفرع الشريان، ايضا بيؤدي الى نفس النتيجه انه بيحصل عند المريض احتشاء دماغي. اما هون الهايبوكسيا او نقص الاكسجي اللي غالبا بيحصل بسبب توقف القلب، بيؤدي الى نقص تروي في اماكن متعدده من الدماغ. الصورة هون اللي على اليمين، هون النزف على هون، هاي الصورة اللي بالأعلى هاي نزف تحت العنكبوتي بسبب تمزق أم دم أو بسبب تشوهات شرياني وريدي، فبيحصل عندنا هذا مظهر النزف تحت العنكبوتي. أما الصورة اللي بالأسفل فهون نزف ضمن المادة الدماغية ومفتوح على البطينات الدماغية. عادة النزف أخطر بكثير من الاحتشاء من ناحية تهديده لحياة المريض، إلا أن النزف الصغير إنذاره أفضل من الاحتشاء. بشكل عام النزف إذا لم يكن غزير فبيكون إنذاره أفضل من الاحتشاء، أما النزوف الغزيرة خصوصا اللي بتؤدي لدخول المريض بسبب فبكون إنذارة يعني أسوأ وبكون مهددة للحياة. أما إذا مثلا أحيانا تكون نزوف ضمن المادة الدماغية وما أدت ل يعني إعاقة كبيرة عند المريض، بس يرتشف الدم بتلاقي المريض الأعراض تراجع تلقائي. ثالثا وهو الأهم هوني رح لازم تركزوا مظبوط، لأنه بفيدكم هذا بالحياة العملية ولقراءة الصور الشعاعية، هل الموجة الشعاعية تفسر الحادث؟ يتم التفريغ النهائي للإصابات الشرعي، حيث يتم تصوير طبقي محوري للدماغ وجود أعراض نشبي عند المريض. النشبي الدماغي النزفي شعاعيا يتميز الطبق المحوري بكونه إجراء سهلا وسهلا التكلفي، وحساسيته بتكون عالية للنزف فتصل إلى تقريبا 100% من الحالات، فهو قادر على كشف الكمية الضئيلة من النزف حتى لو كانت 1 إلى 2 سنتيمتر مكعب.
يظهر النزف على صورة محوري المجرى بدون حقن مادي قليل قريب من لون العظم، يعني يكون مرتفع الكثافة عن كثافة النسيج الدماغي. وطبعا يستثنى من ذلك الضفائر المشيمية التي تظهر بلون أبيض بسبب تكلس، بينما يظهر بقية النسيج الدماغي بلون رمادي. هلق راح نجي على صور شعاعية. يكون التشخيص النافي للنزف والمؤكد للاحتشاء بإعادة طبق المحوري بعد 72 ساعة. مثل ما ذكر النزف الدماغي من أول بدايته إلى أجراء تصوير طبق المحوري هو حساس وبيكشف أغلب تقريباً 100% من النزوف. أما إذا كان تصوير الطبق المحوري ما أظهر لك نزف فتقريباً بينفي لك بيأكد لك الاحتشاء، ولكن الأفضل إذا بدك تأكد من وجود احتشاء دماغي ما ظهر عندك على تصوير الطبق المحوري هو إجراء الرنين المغناطيسي. إجراء الرنين المغناطيسي يبين الاحتشاء مهما كان حجمه، إلا أن المرنان هو من هو بقى مشكلته بيستغرق إجراء وقت أطول، وأيضا بيكون غير متوفر في كثير من المراكز الطبية. هلأ النشمة الدماغية الإقفارية شعاعيا الاحتشاء هون انتبه لا يظهر على صورة التصوير الطبقي المحوري قبل مرور 72 ساعة على حدوثه، بينما يظهر الاحتشاء الحديث على المران بعمر دقيقة ساعة. إذن للنزف الدماغي التصوير الشعاعي الأكثر حساسية هو التصوير الطبقي المحوري، أما للاحتشاء الدماغي إن الأكثر حساسية لكشفه هو الرنين المغناطيسي. بالتالي إذا كانت القصة موجهة بشدة للنشبة ولا يوجد نزف على صورة الطبقة نتوجه دائما للإقفار ونعامل المريض على هذا الأساس. مثل ما ذكرت أنه إذا جاءت مريض عنده أعراض نشبة دماغي بتعمل تصوير طبقة محوري، إذا لقيت أنه هالمريض عنده نزف خاص بتعامله على أساس النزف، إذا ما لقيت نزف بصورة طبقة محورية فبتعامله على أساس النشبة الإقفارية. إذا حبيت تتأكد وكان عندك رنين مغناطيسي فيك تسويه، إذا ما عندك رنين مغناطيسي فيك تعيد تصوير الطبق المحوري بعد يومين أو ثلاثة أيام بيظهر لك الاحتشاء الدماغ. هون لاحظوا صورة الطبق المحوري على اليسار، لاحظ هون عندنا مريض عنده نزف دماغي ومنفتح على البطينات، فهذا ولاحظ كثافة النزف الدماغي كثافة قريبة على كثافة العظم يعني تظهر بلون أبيض. أما الصورة اللي على اليمين بعد 6 ساعات ونص هي صورة لنزف دماغي أيضا، ولاحظ النزف الدماغي مستبطن المادي الدماغي، وإذا شايفين هذول النقط البيض ضمن البطينات الدماغية هاي تكلسات للضفائر المشيمية، هاي ما تعتبر نزف، هاي تكلسات بالضفائر المشيمية تشاهد مع التقدم بالعمر، وغالبا الضفائر المشيمية المتكلسة بتكون ضمن البطينات الدماغية فهي لا تعتبر نزف. أما هوني انتبه الصورة اللي بالوسط، الصورة اللي بالوسط هي صورة رنين مغناطيسي، وهوني هذا احتشاء دماغي وليس نزف. انتبه هون رنين مغناطيسي الاحتشاء الدماغي بس ندرس هلق بعد قليل بياخذ كثافة أعلى من كثافة المادة الدماغية، يعني مثل بيعطي مثل صورة النزف على التصوير الطبقي المحوري، هذا احتشاء دماغي وليس نزف، لأنه هون هي الصورة اللي بالوسط هي صورة رنين مغناطيسي وليس صورة تصوير طبقي محوري. هلا القصة السريرة اللي ذكرناها بالبداية عبقوا تم إجراء صورة رنين مغناطيسي للمريض فتبين وجود بؤرة مرتفعة الإشارة في منطقة المهاد تشير إلى إقفار دماغي، وهي صورة المريض لاحظ وجود بؤرتين عالية الإشارة في منطقة المهاد، هي تدل على احتشاء دماغي. انتبه بالرنين المغناطيسي الاحتشاء الدماغي بياخذ إشارة عالي يعني بتكون بلون أبيض قريبة على إشارة العظم، وهي مو نزف لا تخلط بين تصوير الطبق المحوري وبين الرنين المغناطيسي. العظم اسود حكيم هون. نعم العظم بكون لونه اسود بالرنين مو هيك؟ بالرنين المغناطيسي بكون بياخذ لون اسود.
وبعدين صورة الرنين بس تتعودوا عليها تكون مميزة، يعني تختلف كثير عن صورة التصوير الطبقي المحوري، يعني من مظهر الصورة هل تتناسب هذه الموجودات الشعاعية مع قصة المريض؟ نعم، الحادث الدماغي في المهاد أدى للتطور حبسي كلامي وتراجع القدرات الذهنية، وقد يسبب تخليط ذهني أيضا، فرغم أن التخليط الذهني لوحده يفترض علينا عشرات التشخيص التدقيقي مثل الأذيات القلبية والغدية واضطرابات الشوارد ونقص الأكسجي إلى آخره، إلا أن الأذي المهدي على صورة الشعاعية هي اللي بتوضح الجواب بشكل قاطع، وهون بتقنيه تصوير الطبقة الرنين المناطسة تظهر كل موجودات صورة عاتمة باستثناء المنطقة المحتشية بتكون عالية الإشارة واللي تتوهج، وهون مستخدم تقنية الفلير راح نحكي عنها لاحقا، مما يشير إلى إصابة في المهاد، يعني متلازمة مهادية مفاجئة، وهي سببت نقص في الانتباه واضطراب الذاكرة اللي كانت حاصلة عند المريض بالقصة السرية. هلا العتاهة الوعائية مبكرا عليها ما في داعي هلا تشغلوا بالكم فيها، راح نحكي عليها، بس نحكي عن العتاهة أو الخرف لأنه مو وقتها هلا. رابعا، إذا كان الحادث وعي الدماغي اضطراريا فهل هو عابر أو متشكل؟ مثل ما ذكرنا التعريف الكلاسيكي للنشبة المتشكلة والعابرة بيعتمد على المدة الزمنية 24 ساعة كحد فاصل، وهو الوقت المعتمد في كل المراجع، لكن الدراسات الحديثة أكدت أنه معظم النشبات العابرة TIA بتتراجع أعراضها خلال أقل من ساعة، ولكن كتعريفا هو الحد الفاصل بيناتهم 24 ساعة، وإذا استمرت لأكثر من ذلك فهو يسمى حادث وعائي متشكل أو يعني complete stroke. أحيانا هلا في قياسا للدراسات الحديثة بيقولوا أنه TIA أنه أعراضها ممكن تكون أقل من ساعة، وهي يعني قد يعتمدوا هذا التعريف، ولكن لحد الآن المراجع بتقول أنه الحد الفاصل بين TIA وبين النشب الدماغي الكاملي هو 24 ساعة. الحادث الوعائي المتشكل أو السكتي الدماغي بيتظاهر بأعراض عصبية بؤرية ناتجة عن نقص طروي طويل الأمد بما فيه الكفاية لإحداث احتشاء وتموت للخلايا العصبية. تتحسن الحالة تدريجيا من وقت حدوث الإصابة وحتى 6 أشهر عادة، وبعدها يصبح التحسن ضعيفا ويترك الحادث الوعائي المتكامل أو المتشكل أثرا سريريا وشعاعيا. بشكل عام الحوادث الوعائية الدماغية هلا على دورنا كان يقولون يعني المريض إذا ما استعاد الحركي، مثلا لو فرضنا أنه مريض عنده شلل شقي وما استعاد الحركي خلال شهر من حدوث الوعي الدماغي طبعا لن يستعيد الحركي إطلاقا، محددين لحد 6 أشهر، يعني إذا المريض ما تحسن خلال 6 أشهر فغالبا لن يتحسن أكثر. أما الحادث الوعائي الدماغي العابر TIA يعاني منها أكثر من نصف المرضى، وانتبهوا لها كثير مهمة، وأحيانا ما بينتبه لها وقد تتكرر أكثر من مرة. انتبهوا أنه الحوادث الوعائي الدماغي العابرة قد تتكرر أكثر من مرة سواء باليوم أو خلال أسابيع، يعني المريض اللي عنده مثلا نقص تروي بسبات الباطن قد يعاني من فقد رؤية متكرر وأكثر من مرة باليوم. النشبة العابرة هي أهم من النشبة المتشكلة. النشبة العابرة تشكل فرصة ذهبية لوضع التشخيص التفريقي والتصوير بالمرنان النافية، لأن النشبة العابرة إذا انتبهت لها فممكن علاج الحالة قبل ما تتطور إلى نشبة متكاملة. تظهر بأعراض عصبية مشابهة للحادث الوعائي الدماغي المتشكل تماما، إلا أنها ناتجة تروي عابر أو مؤقت لتموت الخلايا العصبية. تنتهي الأعراض السريرية هنا وتتراجع تماما بشكل نموذجي خلال أقل من ساعة، ولا يترك الحادث الوعائي الدماغي العابر أي أثر شعاعي أو سريري، وحتى بالتشريح المرض لأنه ما بيحصل فيه تموت بالخلايا الدماغية. بهالحالات هي يجب إجراء دراسة كاملة لنفي جميع الأسباب المحتملة وليس فقط إجراء الرنين المغناطيسي. بعض الملاحظات
المهمة يعد التفريق بين حادث وعائي العابر والمتشكل أمرا ضروريا، لأن النشبة العابرة تعتبر علامة إنذارية كبيرة لاحتمال تطور حادث وعائي متشكل يعني ستروك، حيث أن كلا النمطين يملك نفس المؤهبات والآليات الإمراضية، ومنه يمكن حماية الإنسان بنسبة 80% من تطور حادث متشكل في حال تم اكتشاف الحادث العابر وتم علاجه بشكل جدي. أيضا تبين أن 20% على الأقل من حوادث المتشكلة يسبقها نواب TIA. في حال قدوم المريض بأعراض شقية أو بصرية عابرة نقوم بإجراء تصوير رين مغناطيسي وتصوير للأوعية، لأن كل مقلدات النشبات يمكن أن تأتي على شكل النشبة عابرة، بما في ذلك الأورام والنزف سواء كان تحت جافي أو فوق جافي، أي يجب القيام بتصوير المريض حتى في حال تراجع الأعراض. في الحدث المتشكل الإقفاري يعني السكتة الكاملة يستغرق المريض 6 شهور حتى يتحسن بشكل ملحوظ، ويستمر بالتحسن البطيء بعد هذه المدة. أما الحوادث المتشكلة النزفية فإذا نجا منها المريض تكون الأذية الباقي أخف نسبيا من الإقفار الدماغي أو الاحتشاء الدماغ. هوني الأهم ما هو عمر الاحتشاء. قبل البدء في الاحتشاء القديم والحديث لازم نوضح بعض المفاهيم الشعاعية الضرورية لتصوير المرنان لفهم طريقة تحديد عمر الاحتشاء. هلأ في عندنا تكنيك، أكثر من تكنيك في التصوير بالرنين المغناطيسي وبيساعد لنا كثير بالتشخيص. في عندنا شغلة أكيد كنت سمعت بالرنين أنه بيطلب الدكتور طبيب العصبية أو طبيب آخر بيطلب تقنية الفلير. تقنية الفلير هي بشكل أساسي حذف إشارة الماء من الصورة، وهو الأساسي في دراسة المادة البيضاء حول البطينات، وخصوصا نطلبها عند مرضى المالتيبل سكليروسيس لأنه لدراسة المادة البيضاء حول البطينات، وبهذا الزمن بيظهر الاحتشاء عالي الإشارة والبطينات بتكون ناقص الإشارة. يعني عالي الإشارة يعني الاحتشاء الدماغي بيظهر بلون أبيض. إلا الاحتشاء قد يتأخر ظهوره من 6 إلى 24 ساعة، مما أدى إلى تطور تقنيات أحدث، وهي التقنية الثانية هي تقنية الديفيوجين. هدفها هاي التقنية إظهار الآفات والاحتشاءات الحادة يعني اللي تكون بعمر أقل من 6 ساعات، بيسمح بتقييم حركة جزيئات الماء داخل وخارج الخلايا، ويطلق عليها أحياناً متاليد النشبي لأهميتها في الكشف عنها. بشكل عام إذا بدك يعني تكشف حادة وعي الدماغ خصوصاً النشبات أو الاحتشاء الدماغي بالتصوير الرنين بالمغناطيسة، وخوفاً أنه ما يكون ظاهر، أفضل شيء هو الديفيوجين. هاي الديفيوجين إيماجيز، تكنيك الديفيوجين. وأيضاً في عنا تكنيك الآي دي سي، هذا يسموه الإبران ديفيوجين، وهو صورة بالمرأة. يعني هذا تقنيك الديفيوجين، هلق راح بشوفكم ياهن. تقنيك الديفيوجين هو صورة نيجاتيف عنها، عن تقنيه الديفيوجين، لذلك بيسمى الاي دي سي. تظهر تراكيبها بشكل معاكس بالاشاره لصوره الديفيوجين، يعني مثل ما قلنا هو نيجاتيف للديفيوجين، فبيعطي الاشاره بتكون معاكسه لتقنيه الديفيوجين، مما يسمح برؤيه الاحتشاء بشكل ادق باستخدام تدرجات اللون الرمادي. تستخدم التقنيات السابقه في تصوير المغناطيسي بشكل مشابه لتقنية الزمن الأول والزمن الثاني، اللي هدول تقنيات بتصوير الرنين المغناطيسي T1 و T2. راح ندرس العلامات اللي بتميز الاحتشاء القديم والاحتشاء الحديث. الاحتشاء الحديث على التصوير الطبقي المحرك مثل ما ذكرنا لا يظهر الاحتشاء إلا بعد مرور 72 ساعة من حدوثه، فلا نشاهد عادة علامات مباشرة للاحتشاء في المرحلة الحادية، إلا أنه قد توجد علامات غير مباشرة مثل تميز المادة الرمادية والبيضاء وقلة نتيجة الوذم الدماغي. وطبعا هذا موضوع معقد، ولكن هي يعني إذا ما ظهر عندنا احتشاء دماغي قبل 72 ساعة
قد يعطي علامات غير مباشرة، منها أنه قلة ارتسام التلامي الدماغي، فهوني بتشوف احتشام غير على صورة التصوير الطبقي المحور. أما على الرنين المغناطيسي بيظهر الاحتشاء الحديث بعمر دقيقة إلى ساعة في حال استعمال طريقتي الديفيوجين والاي دي سي. الاحتشاء القديم على الطبق المحوري بيظهر هون بلون أسود، بتظهر في بداية الأمر نقص الكثافة، يعني بتكون ذات لون رمادي ولكن نقص الكثافة عن المادي الدماغي، وبتأخذ توزع الشريان محتشي، هذا الاحتشاء الحاد، تنقص كثافة المنطقة المحتشي بعد حوالي شهر تقريبا وتصبح بلون أسود قريب من كثافة البطني، وقد تشاهد تظاهرات غير ذلك. ولكن عادة على صورة تصوير الطبقة المحوري، يعني إذا كان أكثر عندك من طبقة الاحتشاء تظهر بلون أسود. أما على الرنين المغناطيسي تظهر المنطقة المحتشي بشكل منطقة عالية الإشارة، تظهر بلون أبيض على تقنية الفلير وتقنية ديفيوجي. كما تظهر علامة التدبق، هلا بنشوفها بالصور، الجليوسيز، تحاط المنطقة المحتشي بخلايا الدبق العصبة، وأيضا قد يلاحظ اندفاع البطينات باتجاه المنطقة المحتشي التي تركت فراغا في مكانها. هلا هون انتبهوا على هالصورة، هاي صورة تصوير الطبق المحوري اللي على اليمين، هاي صورة دماغي بالمرحلة الحادية، ما ظاهر واضح لكن بنلاحظ الاحتشاء مثل المحاد التلافي الدماغي. لاحظ هون بالصورة محل محاط لك الأسهم، انتبه الصورة اللي عليه صار التلافي الدماغي واضحة، أما بالصورة اللي على اليمين لاحظ الدماغي ما عادت واضحة، فهي تعتبر علامة غير مباشرة للاحتشاء. أما الصورة اللي بالأسفل، هاي صورة طبقة محورية بيظهر عندنا الاحتشاء القديم، يعني اللي بيكون عمره أكثر من شهر، وبتلاحظ المنطقة المحتشية بتكون ناقصة الكثافة قياسا لكثافة المادي الدماغي، وبتظهر بلون أسود. انتبه هاي الاحتشاء، لاحظ كثافة المادي الدماغي، ومنطقة الاحتشاء اللي مرسومة باللون الأحمر صارت بلون أسود، هذا يعتبر احتشاء قديم. أما هاي الصور اللي بالأسفل، هاي صور الرنين المغناطيسي بثلاث تقنيات، تقنية الفلير وتقنية الديفيوجين وتقنية الـ ADC. هوني اللي بالأعلى هي تقنية الفلير، انتبه بلش يظهر الاحتشاء الدماغي بعد 36 ساعة، لاحظ الزيادة كثافة المادي الدماغي من الصورة بعمر 36 ساعة، وخصوصا بعمر 4 أيام فما بعد، بتلاحظ توهج باللون الأبيض، وهي بتدلنا على احتشاء دماغ. الصورة اللي بالأعلى، الصور اللي بالأعلى هي تقنية الفلير، الصور اللي بالوسط هي تقنية الديفيوجن، تظهر منطقة الاحتشاء عالية الكثافة باللون الأبيض ومن ذو الساعات الأولى. لاحظ بتقنية الفلير على بعد 19 ساعة ما كانت ظاهرة منطقة الاحتشاء، ما ظهرت إلا بعد 36 ساعة. أما تقنية الديفيوجن من أول صورة واضحة منطقة الاحتشاء، وبتكون عالية الكثافة باللون الأبيض. أما بتقنية ADC لاحظ هون هي عكس يعني أو نيجاتيف للديفيوجن، فالإشارة تكون مختلفة. هون الدماغي عندك هون على هالتقنية هاي بيصير يظهر بلون أسود، المنطقة المحتشية بيكون نقص الكثافة بتظهر باللون الأسود، وبتتراجع قليلا بسبب تراكم خلايا الدم. هاي تقنية الـ ADC هنا مع صورة الديفيوجن، هي نيجاتيف عنها، لكن بالديفيوجن الاحتشاء بيظهر بلون أبيض، أما بالـ ADC بيصير بلون هوني بتبت رنين. هاي بتوضح تطور الاحتشاء. الصورة اللي على اليمين هي الاحتشاء في المرحلة الحادة، لاحظ انه الكثافة فيها، هاي منطقة الاحتشاء متوهجة بتكون باللون الأبيض. أما الاحتشاء بعد مرور
فترة زمنية. لاحظ أنه تشكل الجليوسيز أو تشكل المادة الدبقية حول منطقة الاحتشاء، هاي بتميز لنا على الري المغناطيسي أنه الاحتشاء قديم. رح نحكي بس على موضوع الأعراض العصبية غير البؤري، هي الأعراض والعلامات عن حادث وعائي في ظروف خاصة، ولكن غالبا ما توجهنا لأمراضات أخرى وتجعلنا نبات. الأعراض العصبية غير البؤري المعمم مع أو باضطراب الحسي المعمم، الخفي بالرأس، يعني المريض بقول لك رأسي عم يشعر أنه خفيف، والإغماء الفينتنس، والعتامة السابقة للإغماء البلاك أوتس، يعني أحيانا المريض اللي بده يغمى قبل الإغماء بيشعر بغباشي أو هاي بسموه البلاك أوتس، يعني بتلاقي صار يشوف الدنيا بشكل عتمات سود، هاي المرحلة اللي بتسبق الإغماء، بتحدث في حالة الصحو أو مع فقدان الوعي أو مع الإغماء، وقد ترافق مع ضعف بالرؤية في كلتا العينين. أحيانا من العلامات العصبية غير البؤري اضطراب مسارات معزول، سلس بولي أو سلس برازة، أيضا التخليط الذهني، أو أعراض متعلقة بجذع الدماغ. الأعراض اللي بتكون ناجمة عن جذع الدماغ هي بتكون صعوبة بلع وأتاكسيا رنح وشفع دبلوبيا، يعني انقسام الرؤية والطنين والرتي الكلامي ديسرتاريا، يعني تلعثم وصعوبة الكلام والدوار. ولهم بكون وصلنا لنهاية محاضرتنا، منتابع إن شاء الله بالمحاضرة القادمة بالحوادث الوعي الدماغي. إذا في حد عنده سؤال يتفضل. لا حكيم، بس نطلب صورة رنين من قلّه أنه بدنا بتقنية ADC أو DWI نحدد له طبعاً هي دكتور حسب توفره، لانه هلق الفلير متوفره، ولكن مو كل المراكز بتلاقي فيها تقنيه ديفيوجن او تقنيه الاي دي سي، تمام. اما الفلير ايه متوفره، ولكن حسب حداثه الجهاز. ولكن هي تقنيات بالرنين المغناطيسي موجوده، فإذا كان الجهاز متطور المفروض توجد فيه تقنية الديفيوجن وتقنية الـ ADC. أما مثلا على أيامنا يوم اللي كنا بسوريا تقنية الفلير هي كانت يعني موجودة بالرنين المغناطيسي، ولكن هي ما تجرى بشكل روتيني، لازم تقول للمصور أنه عمل لي فلير كمان معه، لأنه تقنية الفلير مو بس للاحتشاء الدماغي، للانتقالات الدماغي، للأورام، يعني لها استطبابات كتير تاني، هاي المفروض تدرسوها بمادة الأشعة. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك.